ضغوط الحياة الكل مر بها والكل سيمر بها، لكن يختلف الناس في طريقة التعامل، في طريقة الخروج من هذه الأزمات. من الناس من يغرق ويضيع في ضغوط هذه الحياة ويتيه في هذا البحر، وإذا أخرج يده لم يكد يراها. والبعض يحسن التصرف ويبحث عن الوسائل الناجعة والطرق المفيدة التي تخرجه من هذه الأزمات. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تعرض إلى أشياء عظيمة وإلى أزمات كبيرة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حياته بعد ذلك نبراسا ونموذجا لتخطي مثل هذه العقبات. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. كانت حياته صلى الله عليه وسلم مثلا جميلا في كل شيء، مثلا في التواضع، مثلا في الصبر، في الرحمة، في الخلق، في الوفاء. كان وفيا حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.